تشكل حوادث السير ظاهرة عالمية تعاني منها جميع الشعوب والمجتمعات، وتخلف سنوياً أعداداً كبيرة من الوفيات والإصابات والخسائر المادية. لذا فقد عمدت كافة بلدان العالم على اتخاذ كافة الإجراءات ووضع الخطط والقوانين اللازمة للحد من هذه الحوادث وتوفير البيئة المرورية الآمنة. عملت مديرية الأمن العام جاهدة من خلال وضع المزيد من الاستراتيجيات المرورية التي من شأنها الاهتمام بالشقين التوعوي والرقابي، سواء في رصد وضبط كل المخالفات الخطرة على الطرق أو رفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق سائقين ومشاة. تبنت دول العالم بما فيها الأردن يوم الرابع من أيار من كل عام كيوم للمرور العالمي للتركيز على كافة الأمور المتعلقة بالعملية المرورية بما فيها الحوادث وأسباب وقوعها وتبادل الخبرات بين جميع الدول حول ذلك، حيث تعتمد الدول في ذلك اليوم على لغة الأرقام من حيث عدد الحوادث، عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية، ومن ثم تقوم بتحليلها للخروج بالتوصيات التي من شأنها الحد من الحوادث التي تكبدنا خسائر في الأرواح والممتلكات. وعودة للغة الأرقام، فقد وقعت ملايين الحوادث في العالم كانت نتائجها أكثر من 1,400,000 وفاة، منها 589 وفاة كانت في الأردن عام 2021 نتيجة وقوع أكثر من 160,000 حادث مروري. وكانت أكثر الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث هي سلوكيات خاطئة تمثلت بقطع الإشارة الضوئية حمراء، مخالفات تغيير المسارب، التجاوز الخاطئ، المسير بعكس اتجاه السير، إلى جانب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. وفي هذا المقام ندعو الإخوة السائقين بضرورة الالتزام بقواعد وأولويات قانون السير والابتعاد عن المسلكيات الخاطئة أثناء القيادة، وليبقى حاضراً في أذهاننا أن كل مخالفة قطع إشارة ضوئية حمراء هي مشروع حادث غير مكتمل، وأن الانشغال عن الطريق لمدة ثانيتين على سرعة 100 كيلومتر في الساعة يعادل قيادة عمياء لمسافة 55 متر، وأن السرعة هي أقرب طريق للموت. وأخيراً حزام الأمان طوق للنجاة، فلا ننسى استخدامه. في الرابع من أيار من كل عام يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بمناسبة يوم المرور العالمي، حيث تسعى مديرية الأمن العام على الدوام إلى توفير بيئة مرورية آمنة على الشوارع الداخلية والخارجية من خلال إداراتها المرورية. تم الذهاب واحد مستعجل من خلال كاميرات غرفة العمليات، إشارة المخدرات الآن انتشر سرعة الإنسان مندوب حوادث الموقع مباشرة، جيد استلم في اتجاه الإشارة المعطلة الآن. تم التعامل مع الإشارة المعطلة والآن عادت تعمل بانتظام، والحركة المرورية بانسيابية عليها. هل استلمت يا نمر؟ زاد سواد الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. زاد سواد، من الشكر على تنظيم الحركة المرورية على شاطئ المخدرات. هناك بعض الممارسات يعني قد يستخدمها كثير من الناس تنعكس على الشارع، وبالتالي عنوانها التعدي على الطريق. نستعرض قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. السرعة الزائدة عن المقرر وقطع الإشارة الضوئية وهي حمراء هي فيها في أصلها هي تعدي على الإنسان، فيها تعدي على الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا على الله أهون من أن يراق دم امرئ مسلم بغير ذنب. فبالتالي علينا أن نحذر كثيرا لا قدر الله من أن نكون سببا في إحزان الناس. إياك أن تكون سببا في إحزان أب أو أم ليس لهم بعد الله سبحانه وتعالى من ابن
قد قضى في حادث مروري. أستذكر بيتا من الشعر قاله أحد الآباء حينما قضى ابنه في حادث مروري، يقول فيه: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. قانون السير الأردني نص على عقوبات رادعة ضمن أحكامه، بحيث يتم حجز المركبة لمدة 48 ساعة. نص أيضا على عقوبات تتمثل بالغرامات لمرتكبي هذه المخالفات، مخالفات السير، من 100 دينار إلى 200 دينار. لا بل أيضا هناك عقوبة الحبس من شهر إلى 6 شهور، وفي بعض الحالات من أسبوع إلى 3 شهور. ولذلك من خلال يعني شاشتكم العزيزة نحث المواطنين على تجنب الممارسات الخاطئة أثناء القيادة، والابتعاد عن ارتكاب مثل هذه الممارسات خصوصا والتي أصبحت سهلة ومتاحة، والتقيد بأحكام قانون السير. الجهود التي تقوم فيها مديرية الأمن العام بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في بلدنا العزيز، هنالك جهود كبيرة جدا ملحوظة ومتفانية ومخلصة للتعامل مع الازدحامات المرورية، ونشاهد يعني حضور لافت للأمن العام، رجال الأمن العام في كل مكان للتوعية والإرشاد وتقديم النصح وتقديم المساعدة، وأيضا التوجيه السائقين لتغيير المسارب أو ممكن تجاوز الأزمات معينة. فهذه يعني جهود مباركة وجهود طيبة تحتاج إلى تعاون كبير جدا من الناس. وخلال السنوات الأخيرة حرصت مديرية الأمن العام على إدخال الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة في منظومة عملها لتعزيز الرقابة على الطرقات وضبط كافة المخالفات والسلوكيات الخطرة والخاطئة. دائرة عمليات المرور هي معنية بتنظيم أمور المرور داخل حدود العاصمة عمان. في شراكة كبيرة بيننا وبين مديرية الأمن العام، وتحديدا إدارة السير المركزية. في عندنا مركز تحكم رئيسي موجود بتلاع العلي، مشبوك عليه كافة الكاميرات الموجودة على التقاطع المرورية أو موجودة على داخل شوارع عمان، وفي عندنا مندوبين مداومين دائما على مدار 24 ساعة من إدارة السير المركزية. هذا المركز معني بتنظيم حركة السير على التقاطعات المرورية والإشارات الضوئية لمنع الازدحامات المرورية. كما تعمل مديرية الأمن العام على تعزيز الثقافة المرورية لدى أبناء المجتمع بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال من خلال المحاضرات وندوات وورش العمل والمحتوى الإعلامي الذي يقدم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العروض المسرحية التوعوية التي تقدم من خلال المسرح الشرطي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية. على إعطاء المحاضرات لطلبة المدارس، الهدف من هذه المحاضرات اللي هي زيادة الوعي لدى طلبة المدارس من خلال العبور الآمن للطريق لتجنبوا لا سمح الله أي مكروه من خلال حادث دهس، فإحنا بنعطيهم الإرشادات الصحيحة والخطوات الصحيحة من أجل العبور الآمن للشارع.
طبعا وتم ايضا اعطاء بروشورات لطلبة المدارس فيها اشياء ممكن انهم يستفيدوا منها، كيف يعبر الشارع وايش هي الاماكن المخصصة لعبور الشارع. لنا انشطة احنا طبعا دائما بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بهدف افادة طلبة المدارس وحمايتهم من اي مكروه لا سمح الله. نحن في مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووحدات وإدارات الأمن العام المرورية المختصة نقوم بالتنسيق لعقد المحاضرات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي الأمني والمروري لدى أبنائنا الطلبة وتعزيز السلوكيات الصحيحة وتجاوز السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الطريق والعبور. نشكر الشرطة المجتمعية والمعهد المروري على نشر الوعي ورفع الثقافة المرورية بين الطلبة وتعزيز وترسيخ السلوكيات الآمنة لحماية الطلبة والمواطنين وحمايتنا جميعا. المدرسة تقع على شارع رئيسي، وقد تواصلنا مع إخواننا في مديرية الأمن العام ونشكرهم شكرا جزيلا على تعاونهم معنا، فجاءوا ملبيين الدعوة لتوعية الطلاب في السلوك الصحيح لعبور الشارع. لما نجي نعبر الطريق لازم نطلع إلى اليمين إلى اليسار، إذا ما في سيارات بنعبر الطريق، أما إذا في سيارات بنوقف إلى جنب الشارع لما تمر السيارات بنمشي. لاحظنا نشاط منقطع النظير وتكثيف الزيارات والمحاضرات من قبل مديرية الأمن العام بكافة قطاعاتها لتوعية أحبتنا الطلبة داخل الغرف الصفية وفي الساحات في الممرات وأيضا في الشوارع المحاذية للمدارس حتى نصل إلى طريق آمن ونحافظ على حياة أحبتنا الطلبة وتوعيتهم بكيفية استخدام الطرق والابتعاد عن الازدحام والابتعاد عن مناطق الخطر. الازدحامات المرورية لها عاملين رئيسيين، إما السائقين أو المشاة. أما المشاة إنهم ما بيعبروا الشارع من خلال الأماكن المخصصة مثل الممر المشاة أو الجسور المخصصة للعبور. أما السائقين بالنسبة لهم بعدم تقيدهم بقوانين السير مثل الاصطفاف المزدوج واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. في أسباب كثيرة من أسباب الازدحامات، منها عدم توفر أماكن للاصطفاف، في عندك تناول المأكولات، تناول المشروبات في السيارة، استخدام الهاتف المحمول. من ناحية المشاة هم ما بيلتزموا بالأماكن المخصصة إنهم يقطعوا الشارع منها، فهذا الإشي بيعمل أزمة كتير. ومن ناحية السائقين إنهم الاصطفاف المزدوج كتير بيعمل أزمة، وكمان ما بيلتزموا بالشواخص المرورية. اليوم وغدا تمضي مديرية الأمن العام بجهودها الهادفة لتوفير البيئة المرورية الآمنة ليبقى الأردن على الدوام واحة للأمن ومكان عيش كريم لأبنائه أينما تنقلوا تحت سمائه التي شهدت وما تزال. ليبقى الأردن على الدوام
واحة للأمن ومكان عيش كريم لأبنائه أينما تنقلوا تحت سمائه التي شهدت وما تزال إنجازات عظيمة بوعي أبنائه المخلصين وحكمة قيادته الهاشمية.